فقدت وزارة شؤون الإعلام يوم أمس أحد أبنائها البررة المغفور له بإذن الله تعالى، الزميل أحمد جابر زهيد القائم بأعمال مدير إدارة الأخبار. وقد بدأ الزميل زهيد المولود في المحرق عام 1974 حياته العملية موظفا في قسم التبادل الإخباري بمركز الأخبار بوزارة الإعلام في نوفمبر من العام 1997. وظل الزميل أحمد زويد متفانيا في عمله ومتميزا في علاقاته بشكل احترافي إلى أن تولى الإشراف على القسم ثم ترقيته إلى رئيس قسم في العام 2014. وفي عام 2017 صدر قرار من وزير شؤون الإعلام بتولي المغفور له بإذن الله منصب القائم بأعمال مدير إدارة الأخبار، واستمر في منصبه إلى أن انتقل إلى جوار ربه رحمه الله. هذا وتميز الفقيد بدماثة الخلق وعلاقاته الطيبة مع الجميع، كما تميز بتفانيه وإخلاصه في العمل خدمة لوطنه ولرسالة الإعلام في مملكتنا الغالية. رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء.